السلام عليكم. ارحب طبالي اولا يا ابو عشق المتابعين، تبغى حياتك صح؟ حط نقطه فوق الصاد وضح من اجل الله. الله اكبر، ابشر زين حياه الجنه. وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض. سارع تكفى، جنه فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خالدين فيها ابدا ابدا. أنا ودي أدخل هذه الجنة، كيف؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كل سيئاتك إلى حسنات، يكفيك من هذه الجنة أنك ترى الله جل في علاه. يا أهل الجنة ربكم يستزيركم، أجمل نداء قد تسمع في حياتك وبعد مماتك. الله أكبر. جنة الخلد لست رخيصتان، بل أنت غالية على الكسلان. تكفى تحرك، أجمل من هذا الكلام. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود.